دكتور بنجلون يوسف، أخصائي في أمراض نساء الولادة والمساعدة الطبية على الحمل. موضوع اليوم هو محاولة تحديد فوقتاش تيخص الزوج والزوجة يولجوا للمساعدة الطبية للحمل. إجابة على هذا السؤال تختلف من حالة لحالة. كاين الحالة اللي السن ديال الزوجة بالأخص تيكون مازال صغير، قل من 30 عام، فبالتالي يمكننا نعطيهم شوية الوقت وكلنا بعد 6 شهور نقترحوا على الزوج انه يدير تحليل المني ديالو. من بعد عام الى ما كاين والو ممكن نقترحوا على الزوجة انها يعني تجي دير فحص طبي كامل. بعد عام ونص ممكن نطرحوا عليها دير رادو الكرون، وبالتالي من بعد عام ونص يمكن يكون عندنا ملف كامل وممكن نطرحوا على هاد الزوج والزوجة واحد البرنامج اللي تيستغرق تقريبا واحد العام ديال المساعدة الطبية على الحمل على حسب نتائج ديال التحريات اللي درنا. كاين حالات اخرى اللي تيمكن لها تختلف على هذه، وبالاخص ملي تيكون السن ديال الزوجة متاخر فوق من 35 عام في المثال، ما يمكنناش نتسناو هاد الفترة كاملة. تيخص تقريبا بعد 3 شهور نكونوا درنا داك التحليل المني عند الرجل، بعد تقريبا 9 شهور نكونوا درنا كلشي، درنا تحاليل الهرمون عند المرأة، درنا الفحص ديالها، الفحص بالصدى والراديو ديال الكرون، بحيث من بعد يعني خصنا ما نتعطلوش في المساعدة الطبية للحمل عند في هذه الحالة هذه بالضبط. في الوقت اللي تيكون السن ديال المرأة ما هو صغير بزاف ما هو كبير بزاف، يعني بحال دابا في الثلاثينات 32 33، ونقولوا الماني عند الرجل يعني ناقص نسبيا، في هذه الحالة هذه يعني تيخص اقترحوا مسائل تكون طبيعية ولا شبه طبيعية، وفي نفس الوقت نقترحوا تلقيح اصطناعي عادي والأطفال الأنابيب، النصائح اللي ممكن لها تخاد وتعطى، فماشي هي زعما نصائح صعيبة في التطبيق. على سبيل المثال ممكننا بالنسبة للأكل يعني نتجهوا لواحد الأكل اللي هو طبيعي سليم، يعني طبيعي 100%، من بعد نبتعدوا من المواد المصنعة المواد المعلبة، نتجهوا الخضار الفواكه، ونحاولوا كذلك الوزن سواء عند الرجل ولا عند المرأة نقتربوا واحد الوزن اللي هو يكون طبيعي، يعني نحاربوا السمنة ونحاربوا الغلط، لأن داك الشحمة اللي يمكن لها تجمع خصوصا هنا في جهة الكرش يمكن تفرز واحد الهرمونات اللي هي ما تتخليش الجودة ديال البويضات تكون مزيانة. إذا كانت شي رسالة بغيتها تبقى في الذهن ديالكم، هي ما كاينش حشومة باش نشوفوا الطبيب للمساعدة الطبية على الحمل لأنه وقع تعطل، فلا فائدة من انتظار، غادي نزيدو نعطلو راسنا باش نشوفوا الطبيب نديرو الفحوصات اللازمة. إذا ما كان مشكل غادي يساعدنا باش الوتيرة تكون أسرع، إذا كان شي مشكل يبان على بكري ونلقاو ليه الحل وما نبقاوش نضيعو في الوقت. تنتمنى على أن النصائح تكون فاتكم، وشكرا للاستماع.